صناعة الرفاهية وصلت منذ سنوات إلى مطارات العالم، سباق محموم بين المطارات الرئيسة للفوز بألقاب أفضل مطار أو أكثرها حركة. فالسباق على لقب أفضل مطار في العالم ظفرت به قطر لهذا العام في جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2024. أما سنغافورة الفائزة باللقب 12 مرة فتراجعت للمركز الثاني. أما المركز الثالث فكان لمطار سيول إنتشان، بينما احتل مطار طوكيو هانيدا وناريتا المركزين الرابع والخامس، وسادسا مطار شارل دي غول بفرنسا، وسابعا مطار دبي الدولي، وهو المطار العربي الثاني في قائمة أفضل 20 مطارا. ومرة أخرى لم تكن المطارات الأمريكية قريبة من أعلى الجدول، فتراجع مطار سياتل الأعلى تصنيفا أمريكيا 6 مراكز إلى الترتيب 24. من المهم القول إنه يتم تحديد جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات من خلال استطلاع رضا العملاء.